نعرف ايه التفاصيل من الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. قول لي يا فندم، سبب الغاء او وقف هذه الشهاده اعتبارا من اليوم؟ طب حضرتك، احنا رجعنا بس ست شهور تقريبا في نص شهر مارس مع ظهور جائحه كورونا والمشاكل اللي حصلت عليها. الدوله المصريه والبنك المركزي خدوا مجموعه من الاجراءات، من ضمنها تاجيل الاستحقاقات، ومن ضمنها تخفيض المصاريف، وكمان من ضمنها طرحنا هذه الشهاده عشان تقابل الانخفاض في الدخول لكثير من الناس. فأتيحت هذه الشهادة، والحمد لله حتى الآن حصلت ما يزيد عن 380 مليار جنيه، منهم 280 في البنك الأهلي. فهنا أتت أكلها زي ما بيقولوا. دلوقتي بعد كمان ما ظهر أن مازال الحمد لله نسب التضخم بقت انخفضت بشكل كبير، وانتهت إلى يعني أو جزء كبير من الجائحة أو الكوفيد أو المشاكل الخاصة بها يعني خفت نوعا ما، وبالتالي عاد الاقتصاد أنه يبتدي يرجع لطبيعته وفقا حتى للمؤشرات اللي بتظهر المؤسسات العالمية. فكان لازم ان يبتدي تتلغي الشهاده زي ما برضو ما انتهت فتره التاجيل الاستحقاقات وهكذا، عشان يرجع الاقتصاد يدور في دورته الطبيعيه ويحصل تظبيط للاسعار، اسعار الفايده، بحيث ان هي تساعد بقى اي حد عايز يقترض بشكل اكتر، عايز يستلم بشكل اكتر، عايز يعمل استثمارات بشكل اكتر. فبالتالي تم الغاء هذه الشهاده يعني. طيب احنا حضرتك بتقولي على مستوى 300 وكم مليار الاهلي ومصر؟ 380 يا فندم، 380 مليار جنيه بالظبط يا فندم في ست شهور. في ست شهور يا فندم، الحمد ما لله ما شاء الله، منهم 280 في البنك الاهلي بس. مظبوط يا فندم. نقدر نقول كله من يعني اقول مثلا، لانه احنا بنتكلم عن رقم ما شاء الله، مصرينا معانا فلوس يعني الحمد لله. اعلى شهاده حققت هذا الرقم في خلال هذا الوقت، ولا كان الشهادات؟ لا طبعا دي كانت شهاده رقم ما يعني ما كناش نتوقع كل هذه الارقام في مبالغ في فتره قليله ست شهور، انها حوالي يعني داخلين على حوالي 400 مليار، يعني نص تريليون تقريبا، يعني رقم كبير جدا للبنكين. فهم مستمرين معانا لغايه سنه من دلوقتي. لكن في نفس الوقت ان احنا برضو في مازال في شهادات بديله موجوده دلوقتي، شهادات اللي هي ثلاث سنين سعرها ب 12 و12.5%، 12 للعائد الشهري و12 ربع العائد ربع سنوي. دي متاحه برضو للي عايز استثمار متوسط للاجل خلال الفترات القادمه، اضافه الى برضو وجود شهادات الاستثمار اللي الناس متعود عليها مجموعه بها اللي هي ب 10% لمده 10 وربع لمده سنه، 10 ونص لمده سنتين، 10% لمده 3 سنوات. دي برضو متاحه اللي يحب يستثمر فيها ان شاء الله. كم واحد اشتروا ال 15% اللي تم يعني توقفت اليوم؟ كم واحد؟ حوالي 1.7 مليون عميل بالنسبه للبنك الاهلي. 1.7 مليون عميل بنك اهلي بس. بالظبط يا فندم. نعم. عندنا زي ما حضرتك بتقول كده، عندنا بدائل اخرى يعني، الناس لو هي محتاجه كمان تقدر تدخل تشتري شهادات بالزبط اخرى، او يعني يوجد عندنا دلوقتي زي ما حضرتك الشهادات البلاتينيه الثلاث سنين اللي قلنا عليها، او شهادات الاستثمار اللي هي بتدي سنه او سنتين او ثلاثه، كل واحد على حسب الاحتياج بتاعه يعني.